بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا، وهي مخاطر وفوائد التربية الجماعية العصافير البادجي أو العصافير الأسترالي. إنك تربي عصافير مجمعين مع بعض، طبعا هو حاجة بتوفر لك أنت، طبعا توفر لك في المكان، توفر لك في الإمكانيات والحاجات اللي أنت تستخدمها، يعني بدل ما بتجيب أكالة لكل جوز عصافير في عش، أو إنك تجيب عش منفصل، لا بتجيب سلاكة 3 أدوار أو 5 أدوار أو دورين حسب السلاكات اللي موجودة في السوق، هي بالتالي بتبقى رخيصة حتى في النظافة، بتوفر عليك وقت ومجهود. طيب عايزين نتكلم عن جزئية أولى، أكبر خطر للتربية الجماعية. أول حاجة، في نوع من العصافير بيبقى شرس. هو عصفور بس شرس، يعني هو تلاقيه اول ما تحط ايدك عنده هو بيعض، هو بيتحرك كتير جوه القفص، اول ما تحط ايدك هو ممكن يهجم عليك. في نوع من العصافير بيهاجم العصافير التانية، يعني انا للاسف الاسبوع اللي فات فقدت عصفور كان لونه ابيض وفي لون جميل ازرق كده، كان فيه خط ازرق تحفة بصراحة. انا كنت متنبئ ان العصفور ده هو شبه العصفورة دي، هو تقريبا كان نفس العصفورة دي، تمام، وكان أجمل منها وكان أقوى منها شوية. أنا لما جبته وحطيته في التربية الجماعي، للأسف في عصفور هجم عليه من العش التاني، لأن أنا التربية الجماعي أنت بتحط عشين مع بعض في دور السلاكة الواحدة، هجم عليه العصفور التاني وللأسف هو قدر إن هو يقتله، مع إن العصفور كان قوي، العصفور اللي مات كان قوي، بس العصفور اللي هجم عليه او العصفوره اللي هجمت عليه بمعنى اصح كانت شرسه بطبعها، هي قعدت تنقر فيه في دماغه، في ظهره، في كتفه، في جناحه، بهدلت العصفور. ده ضرر، ده اول ضرر، ان العصافير ممكن تكون فيها حاجه شرسه فتقتل لك عصفور، وده طبعا فلوس ضايعه ومجهود ضايع وتربيه شهور بحالها وانت قاعد بتربي في عصفور وفي الاخر راح نتيجه التربيه الجماعيه. الضرر اللي بعد كده واللي بيستمر معاك فترة كبيرة، ان ممكن العصفورة تخش العش التاني فتكسر لك البيض اللي موجود، دي كارثة. يعني انا برضو في الاسبوع اللي فات او ال 15 يوم اللي فاتوا انا تقريبا كده اتكسر عندي يجي من 15 ل 20 بيضة في اعشاش مختلفة، وده رقم كبير. انت كده قاعد مستني الموسم عشان تنتج، عشان تشوف انت هتعمل ايه وتنتخب منها الحاجات القوية علشان تبدأ تفرخ منها، واذا كنت هتبيع او تطلع هدايا، كل واحد حسب دماغه يعني، او عايز تكبر اللي عندك. انا عايز اقول لكم ان انا المجموعة اللي عندي دي بسم الله ما شاء الله بدأت بسكر ولوز اللي هم موجودين معانا هنا فوق. سكر ولوز دول كانوا الاساس، وبعد كده انتقلنا للعدد اللي حضراتكم شايفينه. طبعا هو العدد كله مش واضح، انا عندي عش مجمع تحت اهو، بس ده للفروخ الصغيره. لو جينا كده اهو بسم الله ما شاء الله، يعني الوان مختلفه وطفرات مختلفه اهو. انا دخلت عليهم انواع من بره، بس دخلت عليهم انواع عشان احسن السلاله. هم سلالتهم بسم الله ما شاء الله قويه. الراجل اللي كان عنده سكر ولوز البياع حد متقي ربنا فيهم، يعني مأكلهم صح ومراعيهم صح. انا هعمل حلقه متخصصه مع دكتور بيطري عن الادويه او الفيتامينات اللي انت محتاج تاكلها لعصافيرك عشان يقف على رجليهم. هو مش فيتامينات بس، هو انواع كثيره من الاكل. في اكلات زي ما هي بتنفع العصفور في وقت معين هي بتضره في وقت تاني. نوع من الاكلات دي اللي هو الجرجير. تخيل ان الجرجير رغم الفوائد الرهيبه اللي فيه وان العصافير بتحبه وان هو بيبقى ليهم كوجبه مساعده زيها زي البيض بالبقسماط، ان الحاجات الخضراء اللي من نوعيه الجرجير او الفجل او الخس بيبقى ليها اضرار في وقت معين. يعني لو حضرتك بتربي عصافير والعصافير دي خلاص ربنا كرمك فيهم وبدأت تحط بيض في العش وانت اكلتهم حاجة خضراء، انت بتفقد كل ما تملك من عصافير جاية في المستقبل. طبعا العش بيبدأ يتملي فضلات،
العصفورة بتترك العش، العصفورة مش بتحب الفضلات، عصافير بتحب ان انت تنظف باستمرار وتبقى مراعيها. فتخيل لما العش او البيض يجي عليه فضلات كتيرة اللي هي الفضلات الخضراء دي، العصفورة بتسيب العش. انا لو يعني انا محتفظ بالبيض اللي باظ عندي الاسبوعين اللي فاتوا دول، منهم الغلطة دي انا عملتها شخصيا. يعني انا لما باجي اتكلم معاكم او اقول لكم نصيحة، انا بقول لكم عن النصيحة اللي انا جربتها. برضو الشهر اللي فات كان طار من عندي عصفورة نتاية للأسف، وأنا كنت اتكلمت ده في الفيديو اللي فات، يعني سلسلة الحلقات اللي أنا عاملها تربية طيور البادجي أو تربية العصافير الأسترالي. المرة اللي فاتت اتكلمت إن أنا في عصفورة نتاية هربت من عندي، وده لعيب أنا ارتكبته. الحمد لله لما جيت أربي في السلاكة الجديدة، لا أنا تلافيت هذا العيب، وأنا هقول لكم على العيب دلوقتي. هي مجموعة عيوب طبعا من خلال التربية، يعني أنا بحاول إن أنا أذاكر في المجال. العيب إن العش بيبقى موسع من حتة معينة، يعني هنا لو جينا بصينا كده هتلاقيني إن أنا جايب أهو السيل كده، تمام، مثبت بيه العش بحيث ان هو ما يتحركش. السلك ده لو هو مش كده، ولو انت معتمد على الحته اللي موجوده دي بس، هتلاقي نفسك ان السلك يعني ان العش كله بيتحرك بالجنب، بتقدر تحركه في الاتجاه ده، فالعصفوره لو هي قويه شويه بتهرب من تحت. ودي العصفوره اللي هربت مني المره اللي فاتت، فانا قدرت اتلافى ده في العشوش الجديده ان شاء الله. برضو نصيحه تاني للناس اللي بتربي، لما تكون هتجيب عش ربنا يكرمه الاستاذ طه، طه رزق الله ده يعني صديقي اللي بيتابع معايا تربيه العصافير، واللي بياخد الانتاج من عندي، واللي بيقول لي اعمل ايه واكلهم ازاي. ده غير الطبيب البيطري طبعا دكتور سعد غانم ربنا يبارك له، اللي بيلحقني في المواقف الثقيله والجامده في اي حاجه، ربنا يبارك له. طبعا دكتور سعد حد من الدكاتره الشطار جدا جدا في مجاله، هو دكتور بيطري ومذاكر كويس وشاطر جدا في المجال. لازم يكون عندك حد يتابعك بالمعلومه الطبيه الصحيحه. الدكتور سعد هو طبعا اللي متابع العصافير عندي، وبيقول لي على الادويه اللي ادي لهم والفيتامينات والمواسم اللي اديهم، وادي لهم ايه علشان يقاوم البرد، لان احنا درجه الحراره عندنا بتبقى صعبه جدا طبعا على البني ادمين، فما بالك على العصافير. استاذ طارق الله لما رحت اجيب من عنده السلاكه والعشوش، فبقول له عايز العش بتاع العصافير، جاب لي نوعيه من العش اسمها العش الانجليزي. العش الانجليزي ده بيبقى الاتساع بتاعه اكبر، سعر العش بيبقى اكبر بحيث ان العصفور ما يقدرش يهرب منه حتى وهو عمر 15 يوم او 21 يوم، غير العشوش العاديه. يعني العشوش العاديه هنا اهي، ده العش العادي اهو، ده بيبقى صغير. لو انت العصفور عندك بسم الله ما شاء الله بتنتج كويس، بيبقى ضيق عليها هي والعصافير زي العشوش القديمه اللي انا كنت بربي فيها. انما دلوقتي انا بستخدم العشوش الانجليزي، كبيره نوعا ما بسم الله ما شاء الله، بتتسع. ان انت لو عندك خمس اجواز من العصافير الجداد، لا بيعرفوا يعيشوا فيه وهم مستريحين، بتعرف تنضفه كويس. في ميزه بقى رائعه ان انت بتقدر تفتح العش من فوق مش من الجنب بس، يعني لو بصينا هنا كده، انا اهو عايز افتح العش هنا من فوق اهو، ترفع اهو اهو، تطمن على العصافير اللي عندك. ده غير العشوش بقى القديمه اللي هو ما بيتفتحش غير من الجنب بس، ما فيهوش الفتحه اللي من فوق دي. انت من هنا بتقدر تفتح على العصفور وتطمن عليه لو في حاجه بتنضفها عنده من غير ما تضايق العصفور. لما العشوش القديمه للاسف يعني هي مفتوحه من الجنب بس، كان لسه ما اتطورش يعني تربيه العصافير. نرجع تاني، التربيه الجماعي كويسه ان هي بتوفر عليك ان انت بتحتاج اكاله واحده مثلا، تحتاج سقايه واحده عشان اهي السقايه بتسقي منها الاربع عصافير اللي موجودين عندك. ان العصافير لو فيهم ذكر قوي بيقدر يلقح العصافير الاثنين اللي موجودين معاه، يعني حتى ممكن بتحصل في بعض الاحيان ان ذكر قوي يلقح اثنين من النواتي اللي موجودين معاه، وبيبقى هو صاحب العش كلها او القفص كله، ودي حاجه كويسه ليك انت، ده انتاجك بيزيد بسم الله ما شاء الله. اتمنى لكم ان اي حد بيربي عصافير لو عنده اي معلومه هندور عليها. عايز الفت نظركم لحاجه، قبل ما تيجي تربي عصافير لازم تركز كويس وتذاكر كويس عشان تعرف تفرق بين العصفور الذكر والعصفوره النتايه، لان الموضوع فعلا بيبقى صعب، وخصوصا لو حد عنده عمى الوان زي كده. انا حقيقي انا بعاني من عمى الوان، ما بعرفش افرق بين الالوان
يعني هي قدرة، سبحان الله، هي قدرة عند الستات انهم بيعرفوا يفرقوا بين الاحمر والطوبي ودرجات الاحمر واللون البطيخي. انا لا، ما عنديش الملكة دي خالص، يعني انا بغلط في الالوان الاساسية بصراحة. يعني لازم تتدرب كويس ولازم تتعلم كويس ازاي تهتم وازاي تراعي، لان في الاول وفي الاخر دي روح انت مستأمن عليها. ولما تبدأ تربي عصافير صدقني انت اخلاقك هتتغير، عيشتك هتتغير، يبقى فيه في حياتك حد انت مهتم بيه، حد مسؤول منك، حد انت لازم تراعيه كل يوم، لازم تأكله مرتين في اليوم على الاقل، لازم تنظف عنده. تربية العصافير مش حاجة هواية، لا هي حاجة صعبة، لازم قبل ما تبدأ فيها تبقى مستعدلة كويس جدا، لان دي ربنا يعني دي روح ربنا استأمنك عليها. اتمنى ان انا اكون في التوكم النهارده ان شاء الله، مستني رايكم ومستني تكتبوا لي الحلقه الجايه تتمنوا تبقى ايه او نتكلم عن ايه في تربيه عصافير الاسترالي او العصافير البدجي. تحياتي ليكم، واخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.